طب انا عايزه اعرف بقى رايكم ايه في الدراسه اللي انا هقولها لكم دلوقتي دي. في دراسه بتقول انه هيكون في حبايه ممكن الواحد ياخدها تقوم رجعاه شباب تاني. في فريق طبي حدد تركيبات كيميائيه بتحاول ان هي تبين قدرتها على ان هي تعكس عمليه الشيخوخه تبقى بالعكس في خلايا جلد البني ادم كلها. مش بس كده، ده التركيبات الكيميائيه دي كمان بترجع الجلد لحاله الشباب. الدراسه الجديده عامله قلق حقيقي، وفي ناس بتقول تاخد العلاج والحبوب، وفي ناس بتقول لك لا العمر مش بيتعوض، مفيش حاجه بترجع البني ادم شباب ولا بترجع اللي فات، الا تفكيره وطريقه نظرته للحياه هي اللي ممكن تحافظ على شبابنا. هي مش هترجع حاجه، مفيش حاجه بترجع، بس على الاقل بتحافظ على الشباب الداخلي اللي هو بينعكس على الحاله العامه او على شكل الانسان. تقدروا تاخدوا الحبايه دي؟ ده انا اخد باباها كمان مش هي بس. بصوا يا جماعه، طبعا عبر الاجيال من قديم الازل وطول عمره الموضوع ده اللي بيشغل بال الاجيال كلها على مدار وعبر العصور. نتفق طبعا في البدايه ان ايج از جاست نمبر، العمر مجرد رقم، وان طول ما الانسان حاسس من جواه ان هو صغير وشباب وروحه شابه بيفضل فعلا هو ده الناس حتى كمان بيشوفوه عليه. ولكن انا ما استبعدش خالص موضوع اختراع حبه بهذه المواصفات. العلم بيتقدم يا منى ويا ايمان بشكل سريع مرعب. انتوا شايفين الاي اي الارتفيشال انتليجنس، وشايفين اللي بيحصل كل يوم في ادويه وفي علاج امراض الحمد لله، وطبعا فوق كل ذي علم عليم. بس ليه لا؟ يعني لو اثبت ان هي موجوده وما لهاش اضرار ودي هتسعد ناس، هتخليهم يحسوا بسعادة أكبر. أنا مش ضد أي حاجة ما فيهاش عيب أو غلط أو حرمانية. هو بالفعل هو مش حباية بس، هو فيه من قبل كده بقالنا كام سنة بيقولوا في حقن بتزود الشباب شوية وبتخليك في نضارة وفي حيوية وفي صحة أحسن. في بلاد أحسن مشهورة بالصناعات دي، وهنا معمولة في مصر طبعا، ودكاترة مستشفيات معروفة. لكن هي فكرة أنه فعلا أن السن رقم في البطاقة غير اللي ما تشعر بيه، يعني ما تشعر بيه ان انت صغير وخفيف واخد بالك من صحتك وعندك نضاره وعندك طاقه، ده ملوش علاقه بالسن، بيبقوا اتنين في عمر واحد. ولكن تلاقي حد مش واخد باله من تغذيته السليمه، مش واخد باله من التنفس السليم، مش واخد باله من نفسه، من النضاره، من الحاجات اللي بتعمل نضاره، طبعا اكيد بيبقى شكله اكبر. فالفكره مش السن اللي في البطاقه، ولا ايه يا ايمان؟ انا موافقه جدا على اللي انت قلتيه. انا بشوف طب انا هيفيدني بايه النهارده؟ انا موافقه في حاله واحده، هتاخدي الحقنه ولا لو انا هاخد الحبايه دي هترجعني شباب تاني بخبره النهارده. يا جماله الله. بس هل يا ترى هتقدر الحبايه دي ترجع لي قلب لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان؟ الله، وعاوزه نرجع زي طيب زمان. ما هو الجرح يعني الحاجات والمقاس اللي بنعدي فيها هي لو اللي بتعمل. هتقدر يلا بينا نصبر المخرج علينا في اللي احنا بنعمله فيه ده. ايه اللي بتعمل العقل وبتعمل النضج ده؟ فانت قلتي حاجه حلوه، ازاي ابقى بسن النهارده يونج او ينجر اكتر وبالنضج ده. دي معادله حلوه. والله يا ستي انا عايزه ارجع زي ما كنت زمان، وهغلط نفس الغلطات اللي راضي على فكره. انا عشان كده بقول بقى احنا ناخدها دلوقتي بخبرتنا دلوقتي بس ترجعنا زي لا انا عايزه اعيد نفس اخطائي عشان اتاكد منها، عشان إيه يعني انا احب اكرر اخطائي. انتوا عارفين انا كل اللي عمال يجي في مخي دلوقتي ايه؟ فكره دكاتره التجميل. دكاتره التجميل كتير منهم هيحارب يعني وجود وظهور الدواء ده بشده وبعنف، صح ولا غلط؟ ليه بقى؟ هتوقف حال ناس كتير منهم، الشد والبوتوكس والفيلرز وكل الحاجات اللي رجاله وستات النهارده دي صناعه كبيره جدا على مستوى العالم. فالنهارده لما تيجي حبايه زي دي توقف مش احنا بس الاي اي هيقعدنا في البيت. هل هي هتبقى شكلا ولا بيولوجيا؟ يعني تحسي ان الجسم كفاءته كلها حلوه مش الوش بس والبشره. طب ولو شكلا بس ربنا خلق كل حاجه في سنها حلوه، يعني لما ابقى ست عديت الخمسين وفي شوية رانكلز كده في وشي وبتاع، وكمان مشيتي متناسقة ونضجي متناسق، بيبقى في حاجة متناسقة مش في حاجة كده. قولي رأيكم، ولو هتطلع الحباية دي بس تحسن وتصغر من الشكل فقط، ملهاش دعوة بوظائف الجسم، وظائف الجسم هتوافقوا عليها ولا لأ؟ الشكل فقط لأ. طب ما البوتوكس والفيلرز بيحسن الشكل فقط. طبعا، ما طبعا عشان كده بيبقى الناس شكلها غريب بصراحه. ما انا بقول لك هل الحبايه دي في ليميت، يعني ما بيبقاش بقى فيه. وبعدين هي هترجعنا شباب، هل هترجع لنا الناس العزاز على قلبنا اللي احنا فقدناهم في مشوار الحياه اللي فات؟ هل هترجع لنا فرص ضايعه؟ هل هترجع لنا هتغير اختياراتنا في الحياه اللي هي ممكن جزء منها يكون سبب في ان احنا شكلنا بان عليه الهم مثلا؟ مش اقصد انا يعني انا اختياراتي اختياراتي مدمره حياتي. يا جماعه خدوا بالكم من كل حاجه. هقول لك على حاجه، انا هقول نصيحه دايما بقولها لاخواتي وبناتي وحبيباتي وصحباتي وكل الناس.
طول ما انت محافظه على الطفله اللي جواكي مش هيبان عليكي سن. الطفله اللي جواكي اي انسان جوا طفل ما يحاولش ان هو يكبته او ينيمه او ينساه او يغفل طلباته. ايه المشكله لما تعجبك بلونه في الشارع تشتريها ولا دبدوب ولا ورده ولا طيب خليكي طفله في نفسك الاسواق وبعدين يحلها ربنا. اذا بس يوجدوها لنا مالكوش دعوه. الشباب مش بالسن بما تشعر، بتشعر بحب الحياه وحب الاخرين، ما عندكش غل، بتنام في قلبك ما فيش غل ولا حسد لحد خالص. كل ده شباب القلب يا استاذ محمد، صح مظبوط؟ ايوه شباب القلب وشباب نقاء النفس كمان والتصالح النفسي. ما يعني لازم ننظف على طول اول باول النفسيه علشان ما نشيلش. في ناس بتفضل تشيل تشيل تشيل، فالطاقه السلبيه تبص لها بتبان عليها مع الوقت في صوره هم، في صوره انه وش مطفي، وش مسفر، وش تعبان، وش مرهق، شعر بيقع، سواد حوالين العين، ماشيه بقت مش مظبوطه، في الواحد موطي من كتر ما حاسس انه شايل هم. هو ممكن يكون سليم بدنيا بس هو من كتر ما مشايل نفسه في اكلات. عشان كده بالظبط في اكلات بناكلها بتاخد مننا طاقه على فكره. تبص لاقي الواحد اخدها وقعد برك، لا قادر يمشي ولا قادر يعمل المشي بتاعه ولا حاجه، بتاخد منك طاقه. يا جماعه نخفف ونشوف وندرس، نشوف الوان الاكل زي ما دايما دكتور مجدي نزيه بيقول، شوف الوان الاكل ايه هيأثر علينا زي ده. مهم جدا النضاره، ثلاث ارباعها ما تاكل يعني توازن. انت ما تاكل زي ما بيقولوا يعني عامه فكره التوازن في الحياه. احزن بس اخرج من الحزن بسرعه، كل ما تشتهي بس بقدر معقول بالظبط، افرح بس ما تبقاش يعني وصولا لدرجه الاغتيال والفخر والكبر وكان خلاص الحياه هتقف على كده. كل حاجه بتوازن يعني حلوه، التوازن كل حاجه وسطيه حلوه. ودايما كلمه السر نحافظ على الطفل اللي جوانا، نراضيه وندلعه ونلعبه ونجيب له اللي هو عايزه ونستمتع بوجوده جوانا، لان هو ده مصدر الشباب المستمر. الطفولة مش حاجة وحشة ومش حاجة عيب، بالعكس دي بتدي للإنسان شكل من أشكال اللطف في التعامل. أنا بقول لك ولادي بالعافية، أنا كمان أستحمل الطفلة اللي جوايا ده، مش ده يعني أنا ما عنديش خلق للعيال. العبي معايا وبصي معايا.